أعزائي الطلبة وطلبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا التسويق. هنتكلم عن اليوم عن حلقتنا في مقدمة في علم التسويق. هنتكلم عن مفهوم التسويق. بنقول إن التسويق هو يعتبر الخطوة الأولى اللي تسبق عملية الإنتاج، حيث بيتم إنتاج ما تم تسويقه، وذلك بهدف إرضاء رغبات العميل. بعد كده هنتكلم عن التسويق الزراعي. هنعرفه هو فرع تطبيقي من فروع علم الاقتصاد الزراعي، واللي بيهتم بالأنشطة والخدمات التسويقية اللي تجرى على المنتجات الزراعية منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي. إيه هو أهداف علم التسويق الزراعي؟ أول حاجة بنحط أو نضع نظام تسويقي بيضمن توزيع المنتجات الزراعية وتسويقها بطريقة منتظمة ومستقرة على مدار الموسم الزراعي أو السنة الزراعية. الحاجة الثانية بنوجه الاستهلاك والاستفادة من المنتجات الزراعية أكبر قدر ممكن من خلال إجراء بعض الخدمات أو الوظائف التسويقية. الهدف الثالث إن أنا بحسن أو بطور الخدمة التسويقية باستخدام أساليب حديثة، وده بيؤدي إلى زيادة دخول المنتجين والمستهلكين والوسطاء على حد سواء. الهدف الرابع ان انا بحسن الدخول الصافية للمزارعين والوسطاء بصفة عامة، وفي نفس الوقت ان انا بقلل تكلفة التسويقية للمنتجات الزراعية. الهدف الاخير ان انا بنمي الصادرات الزراعية من خلال الاهتمام بالتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية. بعد كده هنتكلم عن أهمية التسويق للسلع الزراعية أو المنتجات الزراعية. أول حاجة بنجد إن المنتجات الزراعية موسمية، يعني موسمية في الإنتاج، الإنتاج بتاعها موسمي، وبالتالي ده بيحتاج إن أنا أنظم عرض هذه المنتجات على مدار العام او خلال الموسم الانتاج الكامل، وده بيحقق لي او بيحافظ لي على مستوى الاسعار خلال مدار العام. برضو بنجد ان المنتجات الزراعية صعب ان انا اتنبأ حجم الانتاج خلال موسم الانتاج القادم، وده يؤثر على مستوى الاسعار. بالتالي لما اقوم ببعض الخدمات التسويقيه المناسبه، ده بيقلل لي او بيحاول ان هو يوفر لي معلومات ممكن اتنبأ بيها عن حجم الانتاج في العام القادم والاسعار اللي هتكون عليها هذا الانتاج. الاهميه اللي بعد كده بنجد ان المزارعين بيلاقوا صعوبه في تحديد سعر منتجاتهم لنقص المعلومات والبيانات التسويقيه عن اسعار السلع والمحاصيل بتاعتهم، ف
التسويق بيحاول ان هو يوفر هذه البيانات والمعلومات من خلال عن طريق نشر المعلومات والبيانات عن هذه المحاصيل، وبالتالي يمكن للمزارع ان يحدد سعر للسلعه بتاعته. عندي سلعه زراعيه كبيره في الحجم وغير متجانسه، وفي نفس الوقت متباينه في الشكل واللون، وبالتالي لما بتم او اجري عليها بعض الخدمات التسويقيه زي الفرز والتدريب وعمليه التغليف والتعبئه، ده بيحسن لي من خواص السلعه، وبالتالي ممكن ابيع السلعه عن طريق العينه او بنقلها، بحيث ان انا بستبعد الحاجات اللي هي بايظه وغالبه فيها، وده يؤدي الى حصول المزارع على اسعار عاليه او بيحسن لي من كفاءه التسويق. هنتكلم بعد كده عن مداخل دراسه التسويق او المناهج اللي بيعمل فيها علم التسويق الزراعي. عندي ثلاث مداخل بيعمل فيهم علم التسويق الزراعي. المدخل الاول بنقول عليه او بيسمى بالمدخل الوظيفي، المدخل الثاني، طيب هنشرح المدخل الوظيفي يعني ايه. المدخل الوظيفي، المدخل الوظيفي ده بيعتمد في دراسته على طبيعه الوظائف والخدمات التي تجرى على السلعه منذ لحظه انتاجها حتى وصولها الى المشتري. اهميه هذا المدخل ان هو من خلاله بقدر اقدر التكاليف التسويقيه في المراحل التسويقيه المختلفه لاي سلعه. ايضا وظيفته ممكن من خلاله بقدر الفرق بين التكاليف التسويقيه بين سلعه وسلعه اخرى. ايضا من خلال المدخل الوظيفي ممكن احدد التكاليف التسويقيه او انسب تكاليف تسويقيه للسلعه، وبالتالي اقدر اقلل من تكاليفها، وده بيؤدي الى سعر عادل للمنتج والمستهلك. المدخل اللي بعد كده هو المدخل المؤسسي. المدخل المؤسسي بيعتمد على دراسة الأفراد والمؤسسات التي تقوم بدور في عملية التسويق، والمدخل المؤسسي بيدور حول الوسطاء. هنقول بعد كده يعني إيه وسطاء، مين هم الوسطاء، والمدخل المؤسسي ده بيساعد هذا المدخل في فهم متطلبات المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويساعد أيضا في توصيل السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة. المدخل الثالث اللي هو المدخل السلعي، والمدخل السلعي هو خليط بين المدخل الوظيفي والمدخل المؤسسي. بيعتمد المدخل السلعي في دراسته على دراسة السلعة نفسها وعلى الخدمات التي تؤدى على هذه السلعة منذ لحظة وصولها إلى المستهلك أو الأفراد أو المؤسسات. والمدخل المؤسسي بيؤدي الى تحديد انسب اسلوب تسويقي لكل سلعه، وبيعمل على دراسه الفروق بين السلع المختلفه. اخر حاجه هنتكلم عليها في حلقتنا النهارده اللي هي الانشطه التسويقيه. الانشطه التسويقيه المقصود بيها هي المجالات التي يقوم بها علم التسويق في المؤسسة أو المنشأة الاقتصادية بغرض معالجة أي مشاكل تتعرض ليها. من ضمن هذه المجالات أول حاجة تحليل البيئة التسويقية والبحوث التسويقية. ده بيتم من خلال معرفة العوامل الخارجية والداخلية أو العوامل الاقتصادية التي تؤثر على المنشأة وعلى نشاط المنشأة، وايضا اجراء البحوث التسويقيه التي تتنبأ بحجم الانتاج وطرق التسويق المختلفه للسلع. المجال الثاني
توسيع مفهوم التسويق. توسيع مفهوم التسويق والغرض منه ان التسويق هنا بيتم من خلال جهاز تسويق كفء بيقوم على مجموعه من الوظائف. ايضا مفهوم التسويق ما يكونش على قد مفهوم التسويق محلي او داخلي، لا، لابد ان يشمل التسويق الايه؟ الخارجي. المجال الثالث اللي هو تحليل سلوك المستهلك، وده بيتم عن طريق معرفة ايه هي العوامل سلوك المستهلك لشراء سلع معينة والعوامل اللي بتأثر على عملية الشراء. المجال الأخير أو النشاط التسويقي تخطيط عملية الإنتاج، لابد أن تكون عملية الإنتاج عملية منظمة ومخططة بحيث أن يتم تنظيم الإنتاج وحجمه وكميته. الأنشطة التسويقية الأخرى هي تخطيط عملية توزيع المنتجات، لابد أن يتم توزيع المنتجات بشكل متوازن ينظم عملية العرض والطلب للسلع. النشاط التسويقي الآخر اللي هو تخطيط عملية الدعاية، تخطيط عملية الدعاية ده عن طريق العلاقات العامة أو البرامج الإعلامية من خلال الصحف والمجلات أو التلفزيون. بكده يبقى احنا اخر حاجه في النشاط التسويقي او الانشطه التسويقيه تخطيط عمليه التسعير، ودي مهمه جدا لكل من المنتجين والمستهلكين. اخر حاجه في الانشطه التسويقيه تخطيط عمليه التسويق. وكده اخر حاجه في حلقتنا النهارده، وبنشكركم وعلى حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة.